السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. ونادية معاكم، واليوم راح أقولكم الطريقة الصحيحة اللي إحنا لازم نوقف، يعني هي تكنيك ولازم نتعلمها بطريقة صحيحة حتى إنه نتجنب وجع في الكتف، وجع في الظهر، أو في إنه بالحوض أو في الرجلين. لذلك بدي تدققوا على كل حركة بقولكم عليها، وتوقفوا قدام المراية بعدين تحاولوا تشوفوا أو تقولوا لحدا يشوف وقفتكم علشان ما تعانوا بالمستقبل. يمكن هلأ ما بتلاحظوا، لكن بالمستقبل ببين أغلاط كتير إحنا كنا بنعملها وبعدين بينت. خاصة النساء لما بتحمل بتكون مش عارفة ليش، طيب من هون بيجع من هون بيجع، كله من طريقة الوقفة. لأنه هلأ إحنا في الوقت هذا يا إما على السيليلر عاملين هيك، يا إما على الكمبيوتر يعني نازلين كتافنا ومشدودة، يا إما إنه إحنا عم نطبع ورقبتنا كمان منحنية، وبنفس الوقت مرخي البطن، فكلها هاي بتعمل لنا مشاكل صحية وأوجاع كتير يعني صعب إنه الواحد يتخلص منها. فلذلك بدي تنتبهوا، الطريقة الأولى إنه إحنا لما نوقف نخلي رجلينا بالطريقة هاي. أهم شيء يعني ما نحط يعني ما نوقف هيك، يعني نحاول إنه نخلي البيك توز هذا يكون بالطريقة هاي مستقيمة مع الكاحل. فنوقف بالطريقة هاي، هاي أول شيء نتعلمه. بعدين بنحاول إنه نشد من عند الفخاد شوية، يعني حتى إنه تكون الوقفة كأنك عم بتثبتي حالك في الأرض، بتشدي من هون شوية. فلهون نيجي عند الحوض. الحوض يعني في كتير ناس بتلاقيها واقفة عاملة هيك الحوض، أو بتبقى عاملة بالطريقة هاي. الحوض دايما يكون نازل بالضبط لعند الكاحل، فبالتالي لا يكون هيك ولا يكون هيك، لازم إنه يكون بالطريقة هاي، يكون مستقيم على أساس إنه بالضبط نعمل هذا الخط. بنفس الوقت لما أنت بتضبط الحوض هيك بتشد البطن، يعني لا شعوري البطن بتشد، لأنه إحنا نعتمد على العضلات أكثر من نعتمد على إنه الظهر بالذات مشاكله. كتير كتير ناس بسمع إنه عندهم مشاكل، صدقوني يعني معظمها بيكون من الوقفة الغلط. فمنشد البطن عشان إنه يكون في الجاي، عشان هيك بسموه الكور، يعني المركز الرئيسي. بعد ما خلصنا من هون نيجي لعند التشست. طبعا لا بنوقف انه عاملين هيك ولا انه بنوقف عاملين هيك، بنوقف. انا الطريقه اللي تعلمتها برفع كتافي برجعها لورا وبنزل، فهاي بفتح الصدر، الكتاف بتكون لورا. والطريقه كمان انه نعملها انه بالطريقه هاي، فشوفوا لما بنعمل هيك الكتف بيجي لقدام، بس لما بنعمل هيك لحاله بيجي بنفس الوقت بيفتح التشست. فهذه الطريقه. وبعدين نرخي ايدينا، نيجي لعند الرقبة، لا منكون هيك واقفين ولا انه ما نشدها، تبقى مستقيمة. بنفس الوقت الدقن هذا ما يكون كتير لفوق ولا يكون لتحت، حتى كمان خاصة اللي بيقعد على الكمبيوتر كتير انه ينتبهوا انه يكون بالطريقة هاي. ريلاكس، يعني هاي لو توقفوا فعلا كل يوم 5 دقائق تتعلموا الوقفة هاي، صدقوني حتتعلموا انه يمكن بالاول تكون صعبة، لانه تعود جسمنا على انه يكون هزيل، تعود على طريقة معينة. يعني كتير مهم، برجع بقول انه انتو تعملوها. في نقطة كمان كتير مهمة، يمكن لاحظتوا انا لابسة هذا الشوز. بالنسبة لي أنا بفتكر لما كنت أول ما إجتني أول بنت، بتذكر دكتور كنت رايحة طبعاً ولابسة شوز بشبرة وإلى آخره، قال لي انبسطي فيها قد ما تقدري، بس لما تمشي ضروري أنا أعطيكي نصيحة، لأنه أغلب الأوجاع الظهر والكاحل والركب كمان إنه بتصير بالطريقة هاي أو هذا من الشوز. أرجوكم يعني أرجوكم يعني حاولوا إنه أنتوا لما تروحوا تشتروا للأولاد يكون على الأقل لهون، لأنه هذه بيحمي. يعني شوفوا أنتوا كيف قدي لما بتحركوا الأولاد قدي بيحمي الكاحل، وبنفس الوقت ما بيصير أوجاع من هون، لأنه لما ما بيكون إنه في بيصير بيعتمدوا هنا بتصير كتير مشاكل في الركب وبعدين في الظهر. فلذلك حاولوا إنه
تجيبوها شوية عالية وتكون يعني good quality. يعني أنا أفتكر بنتي كانت لما أول مشيت لما رحت أشتريها كانت كتير غالية. أنا معاكم يمكن كانت مش فاكر يمكن 180 دولار، بس أنا من الناس اللي بحب أنا to invest بصحتنا، فقلت يعني هي ما بيفرق معي، ما بيهمني كتير اللبس، لبس بسيط، بس المهم إنه شو يفيدها للمستقبل. أنا بس تكبر لا تصير عندها مشاكل في ركبها ولا مشاكل في ظهرها، يكون دائما إنه هي بصحة كويسة، لأنه بيبين زي ما قلت على الكبر. يعني بنكتشف فجأة، هو أكيد مش فجأة، إحنا بنكتشف فجأة، بس هي مدار الطريقة الغلط في إنه إحنا نلبس أولادنا الجزم اللي بتبقى شكلها حلو. هذه واحدة. الثانية النقطة اللي مهمة جدا برضو، في كتير من الشوز بتبقى فلات يعني سطحية، وهذا كمان غلط، لأنه إحنا ربي سبحانه وتعالى خلقنا رجلنا فيها هنا زي يعني أرتش. فأنا دائما حتى أنا لحديت هلا لما بشتري وكانت فلات، لأنه بحب أشتري كونفرس، وبسكلي هي الكونفرس اللي دائما الناس بتكون عملية كتير، لازم في بالصيدليات نحاول انه نسأل على انسول، هو بيبقى معمول خصوصي بحيث انه بيخلي دائما من هون القدم هان كتير يعني مريحة، بيأثر صدقوني بيأثر على الركب وعلى الظهر. فحاولوا انه انتوا حتى كشباب والبنات ما تستهينوا، وانا بعرف في نساء كمان يعني ما تزعلوا مني يعني بتحبوا الكعب العالي، بس خلوه للمنظر ومش دائما، لأنه هذا كمان بيأثر على الظهر. يعني أنا بحمد ربي من الناس ما بحب إلا الجزم تكون إنه هي مريحة أكتر لإلي من إنه هي تكون شكلها اللي بلفت النظر. فهاي النقطة كتير مهمة، وأرجو إنه يكون عجبكم الفيديو، وإذا عندكم أي سؤال حطوا لي إياه أو تعليق، وإن شاء الله أراكم في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.